جائزة مستور القصير لأجمل لحن الدورة الثانية، تقديرا لما قدمه الراحل مستور القصير لساحة المحاورة وخدمته لهذا الفن العريق. فقد أطلقنا في النسخة الماضية من شاعر المعنى جائزة مستور القصير لأجمل لحن، ووضعنا من أهم معايير الفوز بها التجديد والابتكار وزيادة المتعة في الألحان، وقد تنافس العديد من الشعراء عليها وابتكروا مجموعة من الألحان الجديدة. والآن في النسخة الرابعة من شاعر المعنى نواصل التكريم وتقدير هذا الرمز لنعلن عن جائزة مستور القصير لأجمل لحن في دورتها الثانية، سعيا لضخ المزيد من العذوبة في ميادين المحاورة من خلال الألحان الجديدة. تذل زيل يوم حول ما تغطيها النذايل، يا سلام الله سلامي سيل من ديرة لديرة، فيها واحد قبل يبدع المباشر نشدني، ويش ما بداك قلتي جيك وقت المباشر، في بريدة حضرت وشاعر في مقفي ما تردد، يا سلامي سلام فيها من جزل المعاني معاني، يا سلامي من ضميري خاطب انضاف الضماير، والعلوم اللي تجيك من الضمير بين اثرها، سلام رديت فخر مني تصل كل الحضور، والله يجملني مع اللي فاللزوم مجمله، السلام الله وانا ما جيت غير ادحم الشعر، وانا ماني براحم واحد ما يرحم ربه، عند من جوده ينافس جود حاتم طيا، مرحبا ترحيب سامي في المكان السامي، هل يا بدنيا الساعة ولا خير دار المفاز، لا يقصر المدة على ناس تمد كفوفها، يا سلام الله سلام ميزته بحروفه، الحروف مغلفة باللول والمرجان، يا سلامي على رمز الفخر والزعامة، الأمير الكريم العدل المرحباني، يا سلامي سلام مواطن في بلاده من هاجه نهج قول الله وسنة رسوله، يا مرحبا والقوانا وقتنا التالي يركض ورا الناس ويدور مشاكله، يا سلام سلام عاش ينعش في محل يزيد الانتعاش، سلام الله عليكم من حماس مشعل الهاجوس، هواجي سيف تايل والحماس زند يشعلها، سمع واجد وانا صاحب نظر، والعام هذا فاقد جو من تعد وتذكر، في دار الامجاد
نور السلام يبين ويعانق شراقه شموخ الامجادي. يا مرحبا عندي وعند جهينا العلم اليقين، وانا على معناي والحب على نيشانه. سلام تسليم التميز والابداع عليك ما نور يضوي شاع. جائزة مستور القصير لأجمل لحن الدورة الثانية.